بشر للبيع. نعم، هذه حقيقة وليست مزحة. أكثر من 70 سنة والمسلمون في بورما يعانون من الإرهاب البوذي وحملات الإبادة والتهجير، ومن خلال هذا الفيلم سنسلط الضوء على أحوال البورميين في تايلاند. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. آثارنا. هروبا من جحيم البوذيين في بورما، يركب الروهنجيون أي مركب يقف على السواحل، ومن هنا تبدأ المحنة، حيث أنه بمجرد وصولهم إلى سواحل تايلاند تقبض عليهم الشرطة التايلاندية وتودعهم السجون، أو يقوم أصحاب السفن بتسليم هؤلاء الرهنجيين لتجار البشر فيتم بيعهم في السوق السوداء. عندما دخل الزوج على للسمسار خلص كلهم مع سمسار. يعني حتى النساء في بيع؟ حتى النساء موجود في مع جماعة التحرير. عندما دخل الزوج مع هؤلاء والزوجة والأولاد والبنات كلهم للبيع. كل للبيع. بالمناسبة تفضلوا واسمعوا كم أسعار البيع. السعر ما بين $1,000 إلى $4,000. السعر الشخص الواحد. شخص واحد. السعر هذا حسب الموسم، موسم الكسرة رخيص شوية. موسم الصعب للوصول السعر يرتفع، وعلى حسب صحة الجسم البورمي. لو عنده مشكلة صحية ممكن رخيص، لو عنده قوي يعني صحة كاملة سعر يرتفع. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعذروني أيها الأحبة، أنا مو متصور هل إحنا نتكلم عن بشر أو الله يعزكم عن بهايم. معقول يجي واحد بلا ضمير يبيع رجل مسلم حر $1,000 ويبيع مسلمة حرة عفيفة $1,000 أو $2,000 أو $4,000؟ يا جماعة فهموني، احنا على أي كوكب عايشين؟ يا جماعة فهموني، احنا المسلمين لهالدرجة صرنا رخاص؟ إخوان البورميين هربوا إلى مجموعة دول، بنغلاديش والهند وماليزيا وإندونيسيا، لكن أسوأ وضع لهم هو في تايلاند. باعوهم وإلا سدحوهم في مقابر جماعية، والعالم في حالة هدوء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال، من يشتري هؤلاء الرهنجيين؟ تجار البشر في تايلاند إما يبيعونهم على أصحاب الشركات في تايلاند فيستخدمونهم كعمالة رخيصة جدا، أو يبيعونهم إلى جهات مجهولة داخل تايلاند أو خارجها، أو يبيعونهم على أهاليهم في بورما بحيث يقولون لهم سلموا مبلغ كذا وإلا سنقتلهم. وفعلا تم اكتشاف عدة مقابر جماعية في تايلاند. أنت لو لاحظت هذه خارطة تايلاند، الروهينجا يجون من هني إلى 4 مناطق عبر السفن. أي بالسفن يتوزعون على المناطق هذه التايلندية. فإحنا إن شاء الله بنروح، أول شيء بنروح بانجا اللي هي هني عشان نشوف المساجين اللي موجودين في السجون التايلندية. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. وصلنا منطقة بوكيت ومنها إن شاء الله إلى بنغا. ولأول مرة ستشاهد في أنظمة الدول
أن تقوم حكومة بلد مثل تايلاند بسجن اللاجئين. سجن اللاجئين أمر عجيب. هذا معتقل وسجن لإخواننا بورما الذين دخلوا إلى تايلاند، لكن منعونا من التصوير. حاولنا نصل آخر نقطة ممكن نصور فيها هنا. وإخواننا لو تشوفون الفوق، فوق مسجونين. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخوة البرميين هنا أوضاع سيئة جدا، إلى درجة أن أحد السجناء هنا في هذا المكان حاول الانتحار. كانوا يفكرون أو يتمنون أن ينتقلوا من الجحيم إلى النعيم، ولكن نراهم هنا مسجونين في جحيم آخر. نحن هدفنا ليس فقط إطعامهم والتعاطف معهم، هدفنا أكبر من ذلك. هدفنا إخراجهم من هذه السجون وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا السجن الآن أكثر من 150 سجين، وهناك معتقلات أخرى وسجون أخرى فيها أعداد مقاربة لهذا العدد. هناك أكثر من 14,000 مهاجر من بورما في السنوات الماضية. الآن لا يوجد إلا تقريبا 2,000 سجين. أين ذهب هؤلاء تجار البشر؟ قد تاجروا في أرواحهم ونحن نتفرج عليهم. تقول منظمة Human Rights Watch إن الروهنجيين المسلمين الفارين بالقوارب أصبحوا بضائع مربحة لتجار البشر في تايلاند وكذلك للسلطات التايلندية. لا تعليق. إذا كانت الحكومة التايلندية نفسها متورطة في تجارة البشر لا، وتتعامل مع إخوان البورميين على أنهم بضائع مربحة. تخيلوا، هذا مو كلامي، هذا كلام منظمة Human Rights Watch. Yes, we came all the way from Qatar. Five minutes. Five minutes only. Huh? No. We came from Qatar to here. Assalamualaikum. اللهم ردنا إلى أهلنا وردنا إلى بلادنا سالمين غانمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحان الله، أسمع أصوات دعائهم وبكائهم ونشيجهم. هؤلاء سبحان الله إخواننا من بورما، ليسوا جالسين هكذا، هم في رمضان، نهر رمضان، كل الوقت ما شاء الله دعاء، والبقية يؤمن، وأسمع أصوات بكائهم سبحان الله. الموضوع كبير أيها الأحبة، نحتاج إلى تكاتف، نحتاج إلى اهتمام أفراد، إلى تحرك مؤسسات، إلى دعم تجار، إلى تدخل دول. وأنت أيها المشاهد، المفترض ما تبقى جالس وساكت، افعل شيئا، ادعو الله تعالى، ادعم أي مؤسسة تبنت القضية البرمية. وإذا أنت عاجز عن الدعم أقلها انشر هذا المقطع، لا ترتاح حتى توصل لكل شخص تعرفه. تواصل معي بأي طريقة إذا عندك أفكار أو مقترحات، وهذه حساباتي. والله ما فينا خير إذا جلسنا نتفرج وأخواننا هناك يتم سجنهم وبيعهم وقتلهم في مقابر جماعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فكوا العاني، يعني الأسير. ما فينا خير لو بقي سجين واحد مسلم في سجن البوذيين أولئك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكاك الأسرى من أعظم الواجبات.
عليكم. السلام عليكم. أيها الأحباب، هذا المركز الآن سجن، سجن ولا يغركم الزراعة اللي فيه. بعضهم سنتين الآن موجود في هذا المركز، يسمونه مركز إيواء، وهو في الحقيقة السجن. النساء الموجودات في هذا المركز محرومات حتى من الاتصال، بعض الأخوات سنتين ما استطاعوا الاتصال على أزواجهن. لماذا الحكومة التايلندية تتصرف بهذا هذا التصرف؟ أي واحد يدخل في أي بلد من بطريقة غير شرعية حبس 3 شهور، شهرين، ثم غرامة، ثم ترحيل سنتان. طبعا هؤلاء الأطفال ربما يتعرضون للاختطاف، يتعرضون لتجارة البشر. أمس سمعنا أن بنت من البنات الموجودين في هذا المكان اختفت. طبعا ما حد يدري وين، لكن احنا نعرف أن تجار البشر في هذه الأماكن ينشطون. تشوفون هالبنتين، تم تهريب أمهم من المعتقل في الليل، وغالبا تتم مثل هالعمليات من قبل تجار البشر. وقبل شهر تم تهريب 7 فتيات من هذا المركز. شنو جريمة الطفلتين؟ شنو مصيرهم بعد ذلك؟ لا يمكن لهذه البنت التواصل مع أمهم. هذه ما تمارسه الحكومة التايلندية. دولة مثل تايلند دولة بوذية، وموجود في هذا المكان اللي هو صنم يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وضع بين المسلمين حتى يتأثرون بهذا الصنم. يلا ها. ها. ماما. ها. والغريب أن الأطفال لما شافوني وبهاللبس الخليجي فرحوا وأخذوا يسولفون معي. طبعا أنا مو فاهم عليهم ولا هم فاهمين علي، لكن بعد الترجمة اتضح لي أنهم كانوا يشكون معاناتهم. وصدمتني البنت لما قالت لي أنت أصلا ما تفهم كلامنا، أنت تايلندي. لا يا بنتي، أنا مو تايلندي، ولا عيب أني ما أفهم اللغة البرمية، لكن أكبر عيب أني ما أفهم التعاليم المحمدية، واللي يقول فيها محمد عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمارنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمارنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأث بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا ويا النومني سودك كلاس نمضي وتبقى للسبع السبع السبع. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. آثارنا ما أجمل.
تأمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا سأعود إليكم إن شاء الله ستخرجون إن شاء الله ترجعون إن شاء الله إلى أهلكم وإلى زوجاتكم وأولادكم إن شاء الله آمين 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 أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا